نايدة نايدة شعلة شعلة كتغوش. السلام عليكم، معكم حمادة تي في المعرف بتعصمص اللي وصل عباد الله كاملين الصهد، يعني نايدة الصهد اللي وصل لي العباد واللي عريت لهم على الحقيقة. الحقيقة في دقيقة والطش يجيب العطش. المهم اللي بالبال الصهد وصل حنا الغرض ديالنا هو الناس يعرفوا باللي ما كاينش الجن يسكنوا الانسان، وهذا الشيء متفق عليه الا واحد الجماعه ديال الشلابيه. المهم واحد خونا تربي جنون، المهم صيفط شي عصمص باش يدير عليه لونكيت، قال لك حقا مربي شي واحد سميتو الغندور. المهم خرج واحد اللقاء صحفي تيقول فيه بان التعصمص خدام عند الغندور. واسمع السي الغندور، راه ضربت شي عصمص مشى يدور وجاب لي بان انت عندك باسبور. شوف انت كتربي الغندور فريمون عندك الغندور، ولكن هذاك الغندور اللي عندك ادم دومه وحيد دومه. انا ان شاء الله انت ملي رفعتي التحدي مرحبا بك، اما بدوك يطلعوا من الملك ربي والجنون، انا غنجي عندك وغنقضي لك هذاك على هذاك الجن اللي عندك. عرفتي شحال من قبيله مرودي انايا، راه عائله رمسيس الاول ورمسيس الثاني. ترى الطش تجيب العطش، ترى دبرتي على الفرده، انت كتسحب راسك واخونا مولا كونا خونا في الكرونه، ياك ما كتسحبني في الشيبي يا حبيبي. ناري ناري. شوف المهم البلان هو انني انا بحال التراني لا تقطع عليا الفران، راه نقلب لك حياتك سفاح على سميتك الغندور. لا هذاك الجنين اللي عندك تيخدم سعاي في القبيله ديالنا حنايا، انا غنوريك هذاك الغندور اش غندير ليه. دابا حاليا باش مغاربه يعرفوا، في الاول كانوا المغاربه شي يقولوا باللي تعصمص مجرد اختراع اسم جاي من الوهمي، ولكن اما بداو كيطلعوا من الماء العباد، العباد كاملين بداو كيطلعوا من الماء. شحال من واحد مربي الجنون، شحال من واحد مربي عيط لي شحال من واحد قال لي حماده انت علاش كتبارطاجي هذه الهيبه الالهيه اللي عطاك الله صح سر راسك. قلت لي انا راه ما جايش باش نقول للمغاربه انا راه كنربي الجنون، لا كيبقى فيا الحاله صاحبي ملي ختي المغربيه المطنقه كتمشي عند واحد كيبيت في الله على راسها وضحك عليها نقول لها انت فيك الجنون، وبداو يدوا لهم في الاموال ديالهم. كيبقى فيا الحال ملي واحد كيتاجر بالدين ديال الله عز وجل حاشا لله والراقي هو الله سبحانه وتعالى. المهم حنا غنتحداو الغندور، وهاد الغندور غادي نقدروا نطيروا عدو. باش تعرف واحد القضيه، انا اسمع الغندور ملي مشيت انا كندور مشيت بلا باسبور في بساط الريح باش جاي باش غادي باش طايح، مشات تعصى وجاب لي اخبارك ودخل لدارك وعرفك باللي انت كتمشي سيدي عبد الرحمن وكدير واحد الدون وكتفرق على داك الشيء. نعرفك كاين دير شي فيديو بين الناس بان هادشي كنقول لك بالصح، انت كتخدم عند الجن كدير الطقوس وهادشي قلتيه في واحد الفيديو. حنا لا، حنا ما كنديروش الطقوس، حنا الجن كيخدم عندنا. يعني انا الجن كنصلي دير امو، الجن انا نقدر نضربو مع الارض نهزو نخبطو، تكونوا فاهمين باش انت تكون على بال. يعني انا شحال من جنيه عايشه قنديشه عايشه مولات المرجع عايشه البحريه عايشه المارجة عايشه السلقوطه، يعني هادو تريكش عايشاش كيشطحوا ليا بالسيفه اللي بغيت انا. يعني الشيخ اطراكس شطحت ليا في السيفه ديال الشيخ اطراكس، يعني الشيخ اطراكس دابا نمشي نجيبها تشطح ليا هي. ولكن لا، حنا ما كنبغوش نستعملوا القوه ديالنا، فهمتي؟ القوه اللي عطانا الله ما كنبغوش نستعملوها. شحال واحد كيتحدانا، راه فيا دابا انت الغندور ما نجي نقلب لك حياتك سفاح على راه فيا ما نقلب لك حياتك سفاح على ولكن تواضعا من القوه الخارقه كنحاولوا نمشيو مع بنادم دقه دقه. اوكي بحال هذاك الصحافي اللي جا عندي بغى يستهزا مني وشديت شديت تعصمص يعني وطاح تهرس مني، واش فهمتي البلان كيفاش داير؟ المهم دابا الغندور انت كتسنى وكتمنى راه في اي لحظه غادي نطير نجي عندك نجي عندك ببساط الريح. المهم حنا اول مره خرجنا قلنا خويا الجن لا يسكن الانسان، وكل من قال ان الجن يسكن الانسان هو نصاب دجال كاذب يتاجر بدين الله. طلعوا شي وحدين المهم عندهم السميه ديال الرقاش، ولكن كلمه الراقش يقال على الله عز وجل لا تقال على شخص عادي. اوكي حنا ما عندناش مشكل مع الرقاش، راه هما راه انسان بحالنا خوتنا خوتهم، ولكن كاينين شي وحدين كينصبوا على الناس تيقولوا لهم فيكم الجن وما امراض نفسيه وتيقولوا لهم فيكم الجن. كاين اللي مفروحه كاين اللي مسطيه كيقولها فيك الجن، كاين اللي بنتو كتبغي شي واحد داير هادشي بهله، كاين اللي حصلها با مع صاحبها قالت لي بحقها فيه الجن جوجوها بعبد السلام، راه عاد جوجوها بعبد السلام ما بقاش طيح. هنقول لكم اللي كاين، غير هو واحد القضيه باش تكون في بالكم، الجن سيدي
كيفاش نتوما دابا مثلا دابا ها شوف نقول لكم هذه القضيه هذه غادي يعرفوها الاذكياء. دابا الجيل العاشق لماذا يعشق تلك المجرده المجرده الزرقاء؟ ديما كتلقى شي وحده زرقاء خايبه جوع هي اللي فيها الجيل العاشق. الله اكبر، معشق ملكه الجمال، معشق صوفيا لورين، معشق شارابوفا، معشق يعشق بعد هادشي خاطراكس مليحه تبارك الله عند البراكه ناضيه. ها يعشق مايا الشيخه مايا الرقيصه. ها انا عايشه كنقول انا كتعجبني انا مايا، كنجيب عايشه تشطح لي في سيفت مايا، كنبغي تعوج لي وداكشي كيعجبني الشطاح ديالها. جميل الامر اوكي، والحمد لله كيف ما تعرفوا ان ابليس تاب على يدينا. ابليس دابا حاليا تاب اوكي. واحد القضيه، انا راه كنحشارم اي واحد تيربي الجن في المغرب وما قدرش يخرج يبارطاجي. الناس كتربي الجنون في المغرب، الناس كتروض الجن في المغرب، خاصكم تخرجوا تبانوا حيت هاد الحقيقه عريش على انا حتى واحد ما كان باغي تعرف. بالنسبه لك السي الغندور، انت راه كتخدم عند الجن صاحبي، انت راه مربيها جن واحد كتخدم عنده كدير طقوس باش كيحضر لك، سميتو الغندور ومربيه. راه انا راه ما خرجت ندوي عليك، جا صيفي درت عليك لونكيت ديالي، يعني صيفط شي عصمص ومشى معاه البرادر هو ديالو خفرع ومشاو شي قلبوا لقاوك بانك فريمو عندك واحد الجن سميتو غندور، يعني وماشي من الجن، من شياطين الجن، يعني ماشي مسلم هذاك الجن اللي عندك. داكشي علاش انت كدير الدون وكتفرقع هذاك الشيء في سيدي عبد الرحمن. كنتمنى انك تخرج وتقول واش هذه حقيقه ولا ماشي حقيقه، وحنا غنتحداوك وكنحترموا اي واحد في المغرب كيربي الجن وما بغاش يخرج للواقع، ماشي مشكل. راه بزاف كيمشيو يذبحوا عباده الجنون اوكي. انشاء اصلا كدير واحد الهديه كتذبح، يعني انت كتمشي كتذبح الدجاج ياك، تذبح على عشاش كحلين وكتلوحهم في البحر لهذاك. كيفاش تخرج لك الغندور؟ الغندور تيعيش في الصخر وجدراني قرقر، الماج الماج غاده وبلاك بليا، وانت انا حاسبك مريول قلبك زوين، ولكن طيح اللي طحشي طحشي على نيفك. وانا ان شاء الله غادي نجي غنفكك من هذاك الجني وغترجع للطبيعه ديالك، يعني ان شاء الله غنجي عندك ببساط الريح، علاش لا غنشوف شي وقت نكون انا مسالي. راه كنديرو ديرينيو مع الجنون، راه الجنون اللي كتخدم عند الدوتشا هذاك راه ما كيسدش علينا حتى الباب اللي كنكونو كنديرو رينيو في زحال ولا في المريخ ولا هادي. راه ابليس الحمد لله تاب على يدينا، ابليس دابا حاليا تاب وغيدخل الجنه. علاش ابليس تاب؟ ابليس تاب اخويا الغندور باش تكون عارف بان ابليس تاب باش يعرف، من حيت ابليس داخ ما بقى فاهم والو. ابليس دابا ولا كيحس براسو خطير، قال لي دخلت راس بنادم، قال لي دخش، قال لي دخلت راس بنادم بقى يشوف فيتني في الافكار. قال لك انا ابليس يعني المهنه ديالي هي ندير التخلويض ونخلوض الناس وندير المشاكل، ولكن قال لي ملي كندخل راس بنادم خصوصا راس الشاب المغربي والشابه المغربيه، قال لي يا كنلقى بان الشابه المغربيه ماشي كلشي، كيعاود لي راه كيعاود لي ماشي كلشي، مصاحبه مع 17 وكتقلق من الياس حيت كيخونها وهي مصاحبه مع 17. واش ما فهمتش انايا علاقه ديال الحرام؟ قال لي كيدعيوا الاسلام وكيديروا فعيل اللي باش يدخلوا لجهنم. واش الناس ما باغاش تفيق؟ واش الناس يعني اللوجيك ديال الناس ما باغاش تعرف باننا حنا راه اخبارك ابليس تاب ودخل الجنه وحنا ما باغيش نشوفو؟ ابليس قال لي راه ما قديتش عليكم، قال لي حوس داتش عليا في قرعه ومتالكاتني باش تحل عليا، قالت لي تخدم عندي وما تفكيش منا حتى نهار ماشيش. قال لي دخش. هلو ايفريبادي، يو ويلكم تو ماي شانل ان يوتيوب، يو ويلكم سبسكرايب لايك اند كومنت اوكي، جود لاك ايفريبادي ايفري وان، يو ويلكم، يو ويلكم ايفريبادي تو شانل الوانكم. خونا بغيت نقول لك بالشلحه اي تسمى مي تسمى ازول، ولكن ماشي مشكل. listen to me I explain with you okay look I explain in Arabic okay no Spanish no French Arabic okay I know you understand the just Arabic okay okay listen انت خاصك تبقى داير راسك في التحسمس، ما بغيتش نكمل لك بالانجلي، عارفك ما تفهمش الانجلي ماشي مشكل. انت كتحسن، انت انسان طيب، وهذاك الجني خاصني نجي نحيدو لك. الا بقيتي دير راسك في التعصمص، التعصمص راه كيطير، يعني ابليس وتاب على ايدو والصاد ديالي وصل للعالم، دعا عليا العالم اللي مرسوم بقلم، فهمني؟ يعني انا خاصني نجي، الا قبلتي انني نجي نحيد لك هذاك الجني مرحبا بك، ندير لك الرقيه الجنيه. انت ماشي ممسوس، انت مملوك، انت مملوك، المس ما كاينش، الجن ما كيدخلش بنادم، ولكن انت
ما تقدرش دير شي حاجه بلا ما تخدم عند الجن. نقول لكم واحد القضيه، شكون كان شي حسمس مجرد خرافه بالدرافه، او لانني غير داوي خاوي. الصاد ديالي ما غياثرش على العباد، الصاد ديالي ما غيوصلش العالم. دو عليه في مصر، في الجزائر، في تونس، قنوات البي بي سي، نايضه نايضه، شاعله شاعله كتغوت.